بس صارتكم بلا تسمع عليكم المحاضرة وانت شكرتكم للستاتيستيكس كنا بالمحاضرة السابقة قلنا للستاتيستيكس شنو هو تعريفه احنا محاضرتنا هسه انترودكشن على الديسكريبتيفز يعني شو تضمن الديسكريبتيفز وبعدين بالمحاضرات الجايه راح ناخذ كل وحده من هذه اللي هي الديسكريبتيف او الاناليتيكال ستاتستكس شنو الكونتنت مالتها وشلون نحسبها. So descriptive statistics are used to describe basic features of data in a study. يعني هي من اسمها descriptive فهي وصف. يعني راح اجمع الداتا اللي انا مثلا ماخذتها واسوي لها مثلا تيبل، اسوي لها جرافز، اسوي لها اطلع المين، اطلع المود، هذه كلها تدخل ضمن الديسكريبتيفز. تفرق عن الاناليتيك اور انفيرشال ستاتستكس، they provide لنا simple summarize about the sample and measure. And are typically distinguished from inferential statistics with descriptive statistics you are simply describing what is or what the data shows. ايش راح تشوف من الداتا مثلا؟ ياهو الاعلى مثلا نسبة، طلع الريشيو، طلع المين، طلع المود. بينما بالانفيرشال ستاتستكس يو ار تراينج تو ريتش كونكلوجن، اطلع كونكلوجن، اسوي تحليل من هاي الداتا اللي انا حصلتها. اكو شيء؟ الثالث. That extend beyond immediate data alone، يعني مو بس من الداتا اللي انا جمعتها، راح اسوي لها تحليل للداتا اللي جمعتها. حتى اطلع conclusions. هذا فرق بين الـ descriptive عن الـ inferential statistics. We use descriptive statistics simply to describe what is going in our data. And descriptive statistics are used to present quantitative descriptions. يعني أنا عندي داتا هواية وراح أسويها على شكل تيبل، أسويها على شكل جراف، أطلع المين، أطلع المود، يعني أطلع من عندها الميجنيكابل فورماتي، يعني شنو اللي حصلته من هاي الداتا. And it is help us to simplify large amount of data in a sensible way. It is aims to summarize a sample rather than the use of data to learn about the population. يعني أنا من هاي السامبل اللي راح آخذهم راح اطلع في الداتا تمثل الـ population that is thought to be represented. Even when a data analysis draws its main conclusion. احنا بدنا نحكي على descriptive statistics. بالنسبة للديسكريبتيف ستاتستيك إن هي وصف للمعلومات اللي أنا أجمعها أسميها على شكل تيبل، هي داتا مثلا أرقام، بس أرقام أنا طلعت من البحث مالتي، شو راح أسويها تيبل، أسويها جراف، أطلع قلنا المين، المود، الستاندرد ديفيشن، كلها هذه تدخل ضمن الديسكريبتيف ستاتستيك. وين أداتا أناليسيس تروز إتس مين كونكلوجن يوزينج انفيرشال ستاتستيك. Descriptive statistics are generally also presented. يعني أيضا من دخل الـ inferential statistics لازم أكون يعني أنا مسوية قبلها descriptive statistics. مثلا in a paper reporting on a human subject typically a table is included giving overall راح أطلع sample size مالتي أسوي table أطلع قديهم total مثلا مالتي sample size is important. In subgroups مثلا each treatment or border groups ايضا اطلع الديموغرافيك فيتشرز اور الكلينيكال كاركترستيك مثلا اطلع الايج مالتهم شنو مثلا انا ماخذ ايج من يا جروب يعني ايج جروب لحد يا ايج جروب كل واحد الفريكونسي مالته ايش قد راح اطلعها البروبورشن اوف سبجكت فور ايتش سيكس ايضا هذه هي ضمن الديموغرافيك فيتشرز يعني انتم هسه اي بحث ان شاء الله من تشتغلون صف رابع صف خامس
اجي اقسم الداتا مالتي حسب الايج جروب، حسب الجندر، زين البروبورشن اوف سبجكت وذ ريليتد كوموربيديتيز، غير مثلا من عندهم هايبرتنسيف، غير من عندهم مثلا عندهم رينال ديزيزز. حتى هذه شنو تسهل لك، انت راح تقسمها الى سبع جروب تسهل لك بالكونكلوجنز بعدين شنو اللي راح تحصله من الدراسه مالتك. عندنا المين تايبس بالنسبه للديسكربتيف ستاتستكس اللي هي الميجرز اوف سنترال تندنسي، اللي هم راح ناخذهم ان شاء الله بالديتيل في المحاضره الجايه، شلون نحسب المين، شلون نحسب الميديان، شلون نحسب المود، هذه كلها نسميها سنترال او سوري ميجرز اوف سنترال تندنسي. الميجرز الثانيه هي الفاريابيلتي، شلون اطلع الرينج، الفاريانس، الكوارتيل والستاندرد ديفيشنز، ايضا كل وحده لها ايكويشنز تعلمها، شلون نحسب المين، شلون نحسب الميديان، شلون نطلع المود حسب الداتا اللي انا عندي. بالنسبه ايضا اكو محاضره ثانيه بعدها راح ناخذ الميجرز او فاريابيلتي، شلون نطلع الرينج، الفاريانس، الكوارتيل والستاندرد ديفيشنز، ايضا كل وحده شنو فائدتها وشلون نطلعها. عندنا فشي اسمه اليونيفرس اناليسيس اللي هو سنجل فاريابلز انفولد ذا اكزامينيشن اكروس كيسز اوف وان فاريابلز ار تايم، يعني اجي مثلا احسب حسب مثلا ايش قد هم الايج، مثلا اخذ بس فاريابل واحد او اخذ مثلا السيت واطلع الداتا مالتي. There are three major characteristics for of a single variables that we can look. اشوف الديستريبيوشن، شوف السنترال تندنسي، يعني ايضا احسب هنا اللي هي تشمل المين والمود والميديان، اند ميجرز ديسكربشنز، احسب مثلا الستاندرد ديفيشن، احسب الفارينس، يعني اطبق الستاتستيكال او الديسكربتيف ستاتستيك مالتي. In one situation you will describe all the three of these characteristics for each of the variables in our study. كل السيتوينسز اللي احنا راح نستعملها لازم نطلع الديستريبيوشن، نحسب السنترال تندنسي، المود، المين، الميديان كلها نحسبها، ونحسب الديسبرشنز، نطلع الستاندرد ديفيشنز، الفارينس، اي فاريبلز. حتى هذه بعدين استفاد من عندها بالاناليتيك ستاتستكس. اي. The relation of descriptive Imperial statistics، شنو يعني الريليشن؟ انا اسوي اول شيء ديسكربتيف حتى اوصل للامبيريال statistics. اول شيء مثلا كمثال عندكم البوبيليشن، عندكم مثلا صف خامس عندي 100,000 سووا انجلش اتشيفمنت تيست، انا ما راح اخذ ال 100,000، راح اخذ سامبل من اللي هم 1000 واحد راندم، بس صارتكم صف ثالث. And descriptive statistics راح يسوي لنا description high sample، زي مثلا من عندهم ميل، قد من عندهم ميل، الايج جروب مالتهم كل واحد ايش قد كان، ايش قد مثلا السكور مالتهم راح اقسمهم. بعدين وراها راح اسوي imperial statistics، ابدي احلل بالاعتماد على descriptive statistics اللي انا طلعتها، مثلا سويت جراف، سويت تيبل، اعتمد على هذه الداتا اللي طلعتها من descriptive statistics، مين مالتهم ايش قد مثلا كسبته، حتى اسوي estimate scores of the entire population اللي هم المفروض انا من خلال هاي الداتا اللي جمعتها وسويتها description احصل بيت analysis يكون represented من 100,000 اللي هم بالبدايه اخذناهم. واضح؟ هو انا من حسب الطريقه مالتي مال سامبل، بس انتم تاخذوها ان شاء الله رابط السامبل، يعني شلون تاخذين السامبل؟ اكو يعني راندملي واكو لا، يعني حسب يعني ريبريزنتيف سامبل، اكو انا بروبابيلتي سامبل، اكو بروبابيلتي، كل وحده لها انواع مختلفه، فحسب انت مثلا تجين تاخذين راندملي يعني لا على تعليم، او تجين مثلا تاخذين الاول والعاشر، يعني تحسب تحطيها مثلا في الانترفال، اخذ العاشر ال 20 ال 30 هيك بحيث طريقة، أكو يعني عدة طرقية بالنسبة للسامبلين، أكو البريزنتيف وأكو نون البريزنتيف، أكو الكوتر، أكو الكونفينينس عن موجودين مثلا، أنا قاعدة بالكلينيك وأنا أدرس مثلا للدايبيتس، أجي كل كيس دايبيتس آخذها، هاي كونفينينس نسميها، بس هذه ممكن تكون نون ريبريزنتيف، فال يعني البريزنتيف هذه إن شاء الله تاخذوها بالسامبلين. الديسكريبتيف ستاتستكس
are used جملة to classify, organize and summarize المركب data. عندي مجموعة من الداتا راح أحاول أسويها classification, أقسمها حسب الـ age group قلنا, حسب الـ gender, حسب الـ occupation, يعني أسويها أما على شكل table, على شكل graph, هذه كلها تدخل ضمن descriptive statistics about a particular group of observations. There is no attempt to generalize this statistic to describe only one group, other sample of all populations. يعني كده أطلون راح يستوعبكم ترى ما راح تتكلموا على المحاضرة أو اللي ما ليه يتكلمها خليش تطلع برا. يعني هذه يعني شوية بها عمليات حسابية حتى بعدين من نبتي بالمين وبالمود وشان نحسها حتى تجعلكم شان طيعون أقول في أسئلة عليها. Descriptive statistics عندنا أول شيء هو methods of describing the characteristic of data set. Useful because they allow you to make sense of data and it is helped exploring and making conclusions about the data in order to make rational decisions and it includes calculating things such as the average of data, it is spread and it is shared and the shape of the products. فمن خلال كنا descriptive راح أسوي organizing, راح أسوي classification بالنسبة للداتا مالتي. يعني أما يكون على شكل graph أو على شكل table by chart, هسه ناخذ الـ types of the graphs, الـ charts ناخذها, tables شلون نسويها. In other words, descriptive statistics are used to summarize, organize, and reduce large number of observations. يعني بدل ما أخذ عندي مثلاً 100,000 sample أو 1000 sample راح أحول أسويها على شكل table. من أجي أبغى أروح على table أفهم شنو هذا الـ benefit مالته. مثلاً الـ occupation يتكلم من عندهم مثلاً teachers, يتكلم من عندهم students حسب الـ sample اللي أنا معقده. Descriptive statistics portray and focus on what is with respect of the sample data. مثلاً the percentage of students who want to go to college. أجي أطلع منهم مثلاً بدل ما أخذهم كلهم أطلع كبرسنتج أحسب أو الأفريج مالتهم. The types of descriptive statistics يشمل the data distribution, the percentage and the graphs, the summarized data with central tendency and variation measures. بالنسبة للداتا ديستريبيوشن أما نمثلها على شكل تيبل أو فريكونسي ديستريبيوشن أو ريلاتيف فريكونسي ديستريبيوشن تيبل. هذا هو الفريكونسي ديستريبيوشن تيبل. إذا تيبل شوز بس في شوية عندي صوت والله أسف حاجة تسمعون صوتي أنا عم شغال. الفريكونسي ديستريبيوشن إذا تيبل ذات شوز كلاسز أو انترفالز أوف داتا with account of the number in each class. يعني عندي مثلا داتا مثلا 50 داتا اجي اقسمهم حسب الايج جروب حسب الكلاس مثلا الايج مثلا من 1 الى 4 ايش قد عندي من 1 الى 4 احسب الفريكونسي مالتهم. هذا يسهل لي على الداتا بعدين احنا نطلعها يسهل لي بالكونكلوجنز مالتي. الفريكونسي نمسها على جنب الرمز F of a class is the number of data points in this class. يعني ايش قد مثلا الفريكونسي من 1 الى 4 قد من 5 الى 8 هذه كلها تمثل الفريكونسي واجي امثلهم على شكل تيبل. واضح شنو هو الفريكونسي ديستريبيوشن؟ فشي سهل انتم واقفين احصائي يمكن صف ثالث صف خامس صف متوسطة. ايضا يشمل الجراف اللي ممكن تشمل الباي شارت البار شارت والهيستوغرام اللي كل وحده راح ناخذ شنو هي السيم اند بيتو فلوب سوري والفريكونسي بوليجون. يعني هذه سامبل بالنسبه للجرافس اكو هواي جرافس راح ناخذها. مثال عندنا الباي شارت اللي هي تكون على شكل سيركل نقسمها الى سيكتورز. كل سيكتور يحسب البرسنتج بالنسبه للفريكونسي. Represent categories, the area of each sector is proportional to the frequency of each category. يعني شايفين الباي شارت بالنسبة للسبيل يعني كل سيكتور أو كل سيكشن من اللي سيركل هو يمثل نسبة الفريكونسي. أيضا هذه راح ناخذها على المحاضرات الجاية شلون نسوي الباي شارت حتى بعدين نستخدم منها بحث مالي. أو نسوي summarizing بالنسبة للداتا كنا نستعمل central tendency measures
من المين والميديان والمود او نستعمل الفاريشنز نطلع الرينج الانتر كوارتر رينج والفاريشنز الفاريشنز والستاندرد ديفيشنز اللي هي تدخل ضمن الفاريشنز ميثود. فهذه مقدمة بالنسبة للسوري الديسكريبتيف اناليسيس او الديسكريبتيف ستاتستكس. المحاضرة الجاية راح ناخذ السنتر اوف ديفيشنز شلون نحسب المين شلون نحسب المود والميديان. أكو سؤال صح ثالث؟ أنت مثلا عندك سبب مثلا قسمهم حسب يعني عدد مثلا هنا مثلا نحسب الفريكونسي صوتهم صف ثالث عندي 4 5 3 4 2 التوتال مالتهم مثلا راح يطلع لي 15 15 سامبل وبدل ما اجي يعني احسب يعني اطلعهم هيك اسويهم على شكل تيبل من 1 الى 4 مثلا يعني حسب الكلاس اللي مقسمينها من 1 الى 4 هم 4 الفريكونسي مالتهم من 5 إلى 8 هم 5 الفريكونسي مالتهم من 9 إلى 12 هم 3 من 13 إلى 16 هم 4 من 17 إلى 20 هم الفريكونسي مالتهم 2 فبدل ما يعني هي عندي داتا المركز داتا مثلا عندك واحد عمره سنة واحد عمره سنتين اثنين ولحد ال 20 فأجي أقسمهم أسويهم كلاسز حتى يسهل علي بالأناليسيس مالتهم. راح اشوف مثلا اكثر واحد جاهو مثلا هنا انا عندي رقم 5 اللي هم بين الايج جروب من 5 الى 8 يعني هاي التيبلز والجرافز اللي احنا راح نطلعها راح تفيدني بعدين بالاناليسيس. اكو بعد سؤال بخصوص الديسكريبتيف؟ نعم لا لا من ناحيه التايب اوف سامبل اللي انا راح استخدمها اكو هنا probability sampling واكو probability sampling. نعم اكو سؤال بعد؟ اكو سؤال بعد؟ اسوأ قبل الخطوة مالكم.